بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، كل سنه وحضراتكم طيبين. العيد بقى على الابواب واكله من اكلات العيد كمان، هنعمل كبده الاسكندراني، بس النهارده هنعملها على اصولها ان شاء الله، هنعملها على السريع كده، حاجه يعني ايه اللي هي ربع ساعه في المطبخ ونخرج على طول، والدنيا حر اساسي، فلازم يعني نعمل حاجات خفيفه. بس اعملي لي لايك وتعالي ورايا في مطبخ نوفود، نشوف هنعمل الكبده ازاي. يلا نسمي الله ونبدا، يلا بينا. حبايبي جبنا الوك بتاعنا، حطينا فيه شوية زيت حلوين كده، يعني قدي ربع كوباية كده حطيناه، بس عايزينه يسخن جدا. وفي الطاسة اللي ورا دي حطيت فيها زيت بحمر فيها بطاطس علشان ايه الأكلة تكتمل يعني. خلاص هنا مستنية الزيت لما يسخن جامد، لازم الزيت ده يسخن جامد، ما تتعملش لا بسمنة ولا بزبدة ولا بكلام ده، خلاص هي مش عايزة غير زيت بصراحة. هنسيبه بس لما يسخن جامد جامد جامد، انا بس بتاكد ان الشعله شغاله تحته، ان حسيت انه يعني خد وقت على ما يسخن، ونسيبه لما يسخن زي ما قلت لحضراتكم. خلاص لازم يسخن جدا جدا، مش مجرد ان انت تدفيه خلاص. خلاص انا شايفين، انا هنا بوريكم كميه الزيت، بس هنحط بقى معلقه ثوم مفرومه محترم كده، مش هنديها لون، شايفين اول ما نزلت يعني. خلاص هنا بقى شوية فلفل الخرسانة عندي على سطح حمرا، عايزة احط فلفل الوان، عايزة احط هنا فلفل اخضر وسطح حمرا، سطح حمرا علشان بس تبقى سبايسي كده وجميلة، لان الكبدة يعني لو مش حابة بلاش تحط شطة، لكن هي تبع يعني على حسب ذوقك انتي، عايزة شطة حط، مش عايزة خلاص. احنا حطينا تلات ارباع كمية الفلفل اللي انا مخرطاه. الكبد الاسكندراني يا جماعه بتاخد فلفل كتير كتير جدا، مش مجرد قرن ولا فين وخلاص. خلاص هنا هنسيب الفلفل مع الثوم مع الزيت، يعني ايه تدبل يدبل الفلفل اللي انا حطاه ده، يدبل خالص كده، ونزل كل ريحه الفلفل والثوم تنزل في قلب الزيت. خلاص يعني انا هنا بس ايه واخداكم واحده واحده، علشان الكبده عامله مشكله كبيره لناس كتير. مش معنى ان الكبده الاسكندراني بتتعمل بطريقه لها طريقه معينه، ان فيه يعني في انواع ثانيه بتتعمل، يعني هنا بتتعمل بالثوم، في انواع ثانيه بتتعمل بالبصل، وفي انواع ثانيه بتتعمل بالبصل والثوم، ان شاء الله نعمله كله مع بعض. شايفين هنا بنزل بايه؟ معلقتين خل بقى، علشان ريحه الخل تطلع بقى، خل الشارخ كله يقول ايه ده؟ يعني ده اول ما تحط الخل كده تحس ان يعني ما شاء الله ريحه تجنن يعني. خلاص؟ هنا بنجيب معلقه كبيره بقى محترمه، هنجيب هنا معلقه صغيره، نجيب عليها بس كمان معلقه اهي، يعني دي معلقه كبيره يعني كزبره كده، تدي ريحه وطعم جنان. كزبره مع الخل مع الفلفل اللي انا حطيته، يعني حاجه وهم الصراحه. هنا بنعمل الكبده الاسكندرانيه على اصولها، يعني زي ما قال الكتاب، يعني زي ما قالوا اهل الاسكندرانيه بالظبط. خلاص هنا نزلنا قرنين كده شطه حامي كده علشان يظبط لنا الدنيا كمان، يعني عايزه بقى تاكليها برز زي ما انت عايزه، عايزه تاكليها سندوتشات زي ما انت عايزه، تاكليها بعيش كده براحتك. انا بحط كمون، لان انا مش بحط لها غير كمون وكزبره. خلاص هنا بنقلق، عايزه تحط لها فلفل اسود مش هتقولك لا، بس يعني انا مش بفضله قوي مع الكبده. احنا بننزل بقى كميه الكبده اللي انت عايزاها، يعني اللي انت حابه ان انت تعمليها. خلاص بننزل بقى تعوم في الحاجه اللي انت حطاها، اللي هو الزيت والفلفل والكزبره والكلام ده، تنزل تحس انها، واول ما تنزل ما تقلبيهاش على طول، لا سيبيها تاخد صدمه من تحت الاول، وبعد كده ابداي اقلبيها، يعني اول ما تحس ان اللون بدا يتغير من تحت ابداي اقلبيها، علشان ما تفرش منك، وعلشان تاخد الصدمه وما تنزلش ميتها. خلاص انا هنا بحاول بس افركها في الطاسه، شايفين بدات تاخد لون من تحت ازاي، يعني انا ما جبتش الحته لما بدات تاخد لون من تحت، بدا اللون هيفتح، فاهميني؟ يعني اول ما بتبدا اللون هيفتح كده تشتغل فيها زي ما انت عايز. خلاص هنا بقى سبتها عشان تبدا تستوي كده مع نفسها. خلاص هقلب اهو، هنا بقلب، خلاص بدات تاخد يعني كمان، لو انت عارفه لو بتعملها في طاسه هيكون لك احسن كمان، لانها هتاخد صدمه من تحت كلها مره واحده، لكن هنا عشان الوقت مش واسع قوي فبضطر ان انا اقلب.
خلاص هي وخدت لون، تعرف انها دخلت في صوص. تبدا ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق ربع ساعه على النار، يعني كل ما هتحطيها هي عكس اي حاجه بتعمليها، كل ما هتفضل على النار كل ما هتشد وهتجلد مني كده، تحس ان انت بتاكلي حاجه كده يعني جلد يعني، فاهميني؟ خلاص هنا بنقلب الحاجات، خلاص كده خدت لون، وما دام خدت لون تبقى خلاص استوى. بس احنا بنسيبها على النار بس ايه علشان ما يبقاش فيها دم ولا فيها اي حاجه ثاني، يعني خمسه كده بس خلاص. وبعد لسه في حاجات هتنضاف لها علشان تكمل يعني، ماشي. هنا بنقلب بس الكبده اهو. انا بس ما حبيتش ان انا اصرح في الفيديو ولا كده، علشان على هدوء كده، علشان الناس اللي بتشتكي من الكبده يعني. هنا الكبده الاسكندراني بتتعمل بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي، في كبده ثانيه بتتعمل بالبصل والثوم ان شاء الله هنزلها قريب، علشان هنا حطيت بقيه الخضار اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الفلفل يعني، الفلفل اللي انا مقطعاه والفلفل الحمرا، وكان في قرمشه فلفل احمر برضه متقطع عليه. ده ليه بقى؟ سبت للاخر علشان ما يموتش قوي في قلب الكبده يعني، عشان يبقى مديني لون برضه. مديني ازاي؟ والكبده يا جماعه بتنزل من على النار على الاكل على طول، كل ما بتاخريها يعني لو عملتها قبل الولاد ما ييجوا او قبل الاكل بشويه، يعني هنا حطيت الماء بتبدا تسود. ليه بقى؟ لان الكبده كلها عباره عن حديد، يعني زي ما مثلا هنا بحط معلقه ثوم مفروم كمان عشان تبقى في الاخر خالص فريش. طب انت هنا ما حطيتش ليمون؟ لا، ما انا ما بحطش ليمون في الاول، عشان الليمون بيتحط اخر مرحله، يعني قبل ما تدخل النار كده هتحط الليمون، وانت قدامك على الاكل بقى حط ليمون زي ما انت عايزه تاني، خلاص؟ عشان ما مررش بس وما يدينيش طعم مش ملوش لازمه يعني. خلاص هنا بقى بحط كمان معلقه خل، يعني انا حطيت الاول معلقتين خل، هنا كمان بحط كمان معلقه خل. نجيب بقى الليمونه نعصرها، ونحط ليمونه بقى، اللي عايز ليمون بعد كده حطه قدامه. خلاص انا هعصر ليمونه دلوقتي، يعني هتكون الليمونه واعت كمان اهي. خلاص هنجيبها تاني، هنطرح مننا تاني يعني. يلا نعصر بقى الليمونه. بصي عصرت الليمون خلاص، اللي بقى وصي بقى خالص، مش محتاج حاجه تاني، من تحت اقعد على النار بعد الليمون يعني، بس تديها تقليبه كده. وانا بس بعصر بقيه الليمونه، ليمونه كبيره كده محترمه، واللي عايز يحط قدامه ليمون يحط. وزي ما قلت لحضراتكم ان الكبده عايزه تتاكل اول ما تنزل من على النار، لان كل ما بتقعد كل ما بتغمق، يعني انت لو ما لحقتيش تصوريها في وقتها على طول يعني بتاخد لون، بتغمق لانها زي ما قلت لكم كده فيها حديد كتير، هي كلها حديد اصلا، فلونها بيتغير على طول، فلازم تنزل من على النار على الاكل على طول. اذا كنت هتعملها سندوتشات، اذا كنت هتاكلها برز، شوف انت يعني اللي يريحك يعني. خلاص هنا خلاص بنشوف البطاطس اللي جنبنا علشان الاكل زي ما قلت لحضراتكم تكمل. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا. خلاص احنا كده ايه هنطلع البطاطس. خلاص كده خلصنا، يلا نغرب بقى الطبق. يعني بصراحه ريحتها كانت جايه باخر الشارع، يعني اي حد معدي في الشارع هيعرف ان العماره دي فيها كبده على طول يعني، ما تقولش يعني فاتحين محل كبده هنا في الشارع. يعني الكبده اللي بتاكلها في المطاعم، الكبده اللي بتاكلها في العربيات في الشوارع، هي اللي بتبقى جايه باخر الدنيا دي، هي دي بالظبط الكبده الاسكندراني. ايه رايكم بقى؟ يا رب تعجبكم، ان شاء الله باذن الله تعجبكم، وان عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.